إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمامات من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة بتهمة تهريب بضاعة أجنبية الصنع باستعمال وسيلة نقل. حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود شاحنة على مستوى بلدية الحمامات على متنها كمية معتبرة من السجائر الأجنبية الصنع موجهة للتهريب. استغلال المعلومات تم تشكيل دورية لغرض توقيفها وحجز البضاعة، أين تم مشاهدة الشاحنة محل المعلومة وسط بلدية الحمامات ليتم توقيفها وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، حيث عثر بداخلها على صندوق مموه به كمية معتبرة من السجائر. على الفور تم توقيف المشتبه فيه واقتياده مع المركبة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، الذي أسفر عن حجز 17500 علبة من السجائر أجنبية الصنع بالإضافة إلى الشاحنة المستعملة في الجريمة. بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتحويله أمام العدالة.